السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تبع الكود اللي هو جنرال سيرفيس ادمنستريشن، بنتكلم فيه على الميد كولر مابنج. ايه الميد كولر مابنج؟ ان انا بلتزم بالالوان ديت سواء انا شغال في الريفت او شغال في الاوتوكاد او شغال في نفس سوركس او شغال بماجيكاد او اي برنامج من البرامج اللي بعمل بيها الموديل، بحيث ان انا اول ما ابص خلاص عينك هتتعود. ان انت مثلا اول ما اشوف اللون الاحمر ده هتبقى عارف ان ده الفاير بروتكشن، ده السبرنكلر. اول ما تشوف اللون دوت تعرف ان ده السي او 2. كل لون اول ما تبص عليه تعرف اه ده احنا شغالين ايه. يعني مثلا الالكتريكال هتاخد اللون اللي هو قريب من الاصفر ده، الليموني مثلا، تمام. فالالوان ديت بنحتفظ بيها، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، بحس ان انت خلاص ده موجوده في التمبليت. اول ما تفتح التمبليت اه خلاص الكومبريز دي هتاخد اللي هو اللون 5 في الريفت، والاوتوكاد 5، والار جي بي بتاعه 00255، تمام. لان ار جي بي الريد اللي هو الاحمر، الجي اللي هو الجرين 0، البلو اللي هو الازرق هيبقى هو اللون دوت. فده بيسهل عليك ان انت وفريق العمل خلاص تتعودوا ان انت اول ما تشوف اللون ده من غير ما تعمل سيلكت ومن غير ما تبص تعرف اه ان ده اللون ده، يبقى ده معناه الدرينج، ده معناه فاير فايتنج، ده معناه ووتر سبلاي، وهكذا.